السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتعرفوا الخريطة ديال الشريف الإدريسي رحمة الله عليه الجغرافي المغربي، وهي أول خريطة للعالم وأول من وضعها هو مغربي، هو الشريف الإدريسي رحمة الله عليه. هذه اللي شفتوا دابا خريطة جديدة للعالم الجغرافي الفد حفيظ الدراجي اللي أبدع لنا هذه الخريطة الجديدة، وهي خريطة ديال شمال غرب إفريقيا، المغرب، الجزائر، تونس، موريتانيا. الإشكال والشيء اللي كيزعجني أنا، الذي يزعجني في الحقيقة مع هاد الناس اللي حدانا، أنا يزعجني غباؤهم أكثر مما يزعجني عداؤهم، أن يكون العدو غبيا. كتحير واش تحارب الأعداء ولا تحارب الغباء. شفتوا هاد الخريطة هذه راه منتشرة دابا في مواقع التواصل الاجتماعي، جاء بها العالم الفد الجغرافي سي حفيظ الدراجي، اللي بدل الحرفة، ما بقاش معلق رياضي ولا جغرافي، ولا كينشر الخرائط. وراكم شفتوها ديال 1805، كانت الجزائر هكاك كبيرة ووصل للمحيط الأطلسي. أنا بغيت نفهم السي حفيظ، واش هادشي هاد المرض اللي فيك واش هو قديم ولا جديد؟ واش هادشي عاد ولا فيك ولا كان فيك من بكري؟ حتى صحيح الغباء هذا راه تكون غبي. شتي في الخريطة قراها مزيان وتفحصها قبل ما تنشرها، ومتبقاش تيق في دوميرة صاحبي. هذاك البيطاري هذاك اللي كيولد البهايم متبقاش تيق فيها صاحبي، راه غادي يورطك. شي مرات تبقى تعلق عواد تقول بابا تبقى تذبح ولات تنحط بحال الحمار، ولا إلا تبعتها يخرج عليك. متبعش صاحبي دومير، راه السيد ما عندو حتى علاقة لا بالجغرافيا ولا بالتاريخ. هذاك راه متخصص في الحمير، متخصص في البهايم، كيولد البهايم، هذاك هو القابلة ديال البهايم. ملي جاتك الخريطة على الأقل عندكم ناس مثقفين، عندكم واحد السيد سميتو محمد لامين بلغيت، سيد متخصص في التاريخ، كنتي تستشر معاه، قولي ودي هاد الخريطة واش صحيحة ولا فالصو، واش صحيحة ولا باش ما تورطش راسك صاحبي نولاو نضحكو عليك. أولا السي سماك الله السي حفيظ، الخرائط هو علم، سميتو علم الخرائط، الكارتوغرافي علم. في ناس متخصصين يشتغلوا على وضع الخرائط، جميع أنواع الخرائط. ثم أن الخريطة فيها واحد حاجة سميتها المفتاح ولا لا ليجوند، هي تيكون مكتوب فيها هذيك الخريطة أولا ديالاش، واش خريطة سياسية، خريطة عسكرية، خريطة ديال تجارة الملح، ولا خريطة ديال الطيور المهاجرة، لأن كل خريطة هي خريطة عندها عندها خاصة بواحد الموضوع معين. كاين الخريطة السياسية، كاين الخريطة الجغرافية، كاين الخريطة ديال التضاريس، كاين الخريطة العلمية، كاين الخرائط ديال الميتولوجي ديال المناخ. كل خريطة ملي كتجي للمفتاح كتلقى الخريطة هادي علاش، وفيها الأمور اللي كتقرا بها الخريطة. شي ما قريتوهاش زعما ما قريتوهاش صاحبي في إعدادي لا في ثانوي، ما قريتوش هادشي، ما كتقراوش في بلادكم، ما عندكمش مادة الاجتماعيات فيها التاريخ وفيها الجغرافيا تيقريوكم الخرائط، كيفاش كدير الخرائط وكيفاش كتقرا الخرائط. شي ما قريتوش، اش كيقريوكم صاحبي بلادكم؟ اش كيقريوكم؟ قراو لي صاحبي اضحوكه، والله العظيم يتعبنا غباءكم صاحبي. اش هاد الغباء؟ كنتي تشد الخريطه، قلت لك اولا الخرائط هناك علم سميتو علم الخرائط، في ناس متخصصين. ثانيا الخريطة عندها ليجوند أو المفتاح باش تقرا الخريطة وتعرف ديالاش. ثالثا كنتي تشد الخريطة صاحبي وتقراها مزيان، 1805 إسبانيا باقا ما دخلاتش للصحراء المغربية، إسبانيا ما دخلاتش للصحراء المغربية
حتى 1883، يعني من بعد 83 عام ولا 82 عام عاد دخلت للصحراء تقريبا 80 عام، عاد احتلت الصحراء المغربية سنة 1883. ثانيا عمركم ما وصلتوا للمحيط الأطلسي، حكاية في الأحلام ديالكم، هذاك الحلم ديال بوخروبة هو اللي خلاك تجي لك الخريطة، هذاك الحلم البائس، هذاك الكوشمار. ثالثا أو رابعا كتقول بأن خريطة فرنساوية، بالفرنسية ما تنقولوش موروكو، ماروكو تنقولو ماروك، ما تنقولوش ماروكو. وإسبانيول ما كتكتبش بالبيك، إسبانيول شو مالك أصاحبي؟ لا فرنساوية لا ما كتفهم لا في الجغرافيا لا في التاريخ لا حتى في اللغة، إسبانيول. والفوق ديال فيها ريبوبليك، فقاش كانت الجمهورية في الريف؟ 1805، 1805 ما كنتيش أنت أصلا، راك غير واحد شوية ديال الأرض يحكم واحد القرصان باي ولا دايجي من بسيطة لكم تركيا، لأن تركيا كانت تحكمكم بعبيدها. شوفوا استعرضت الإهانة، ما كانش كتحكمكم تركيا بالباشوات أو ما يسمى برجال البلاط، رجال الأستانة، رجال السلطان، الباشوات والباكوات والألقاب اللي كانت كتعطى رجال الدولة في تركيا، كانت تحكمكم بالعبيد. صح، الأنكشاريين الأصليين هم عبيد، عبيد وقراصنة، استخسر فيكم الأتراك أن يحكموكم برجالهم، رجال الدولة الباشوات، حكموكم بالقراصنة وبالعبيد. ماذا هذا المستوى صاحبي؟ ما هذا المستوى؟ ولكن إخوان باش تعرفوا سبب هذه الخريطة، وكونوا متأكدين أيها المغرب مستقبلا غتبقى تجيكم شي خرائط، يبقاو الجزائر يحوشوا شي خرائط يضحكوا، غتلقاو جنوب إفريقيا داخلة في الجزائر، ولا تلقاو تيحكموا فيينا، ولا تلقاو شي خريطة أنهم حكموا مثلا السويد والدنمارك، مستقبلا يبقى يخرجوا لكم شي خرائط تتقلب الضحك. إلى ما لقيتوا بأن مجرة التبانة كانوا كيحكموها الجزائريين، وعلاش؟ السبب هو هذا اللي غتشوفوا، شوفوا هاد التصويرة وتعرفوا السبب. شتو هاد الخريطة اللي كتحدد المملكة المغربية أو المملكة أو جزء من المغرب التاريخي، جزء من الإمبراطورية المغربية اللي ما كاملاش، حنا أضفنا لها فقط الصحراء الشرقية. مين خرجت هذه الخريطة من بعد ما داك الخروج ديال مدام بهيجة السيمو المسؤولة على الخزانة الملكية، والتصريح ديالها بأن هناك وثائق، وقالت أن هناك 19 كيلومتر ديال الوثائق، هذا الخروج الذي كان محسوبا ليس عبثيا، ثم أن مجلة ماروك إبدو نشرت هذه الخريطة بهذا الشكل، وقالت بالفرنسية أن البروبليميتيسي، يعني أن المشكل، بداية المشكل هو الصحراء الشرقية، بداية المشكل هو الصحراء الشرقية، ونهاية المشكل في الصحراء الشرقية، لأن كل هذا الصراع وهذه المشاكل عندنا مع الجزائر سببه الصحراء الشرقية اللي هي جزء من المغرب، أخذتها الجزائر، أعطتها لها إسبانيا، أعطتها لها فرنسا، وكل شيء المشكل دار على هذه الأرض اللي هي أرضنا، أرض ديال المغرب، ونحن إن شاء الله سنسترجعها. يعني أن هذه الخرائط كلها اللي غتخرج من الجزائر سببها هي هذه الخريطة. غير الفرق بيننا وبينكم هو أننا إلى وضعنا هذه الخريطة وندافع عليها، نحن ندافع عنها، أن ما يثبت أن وثائق، وأن الأطنان من الوثائق التي تثبت على أن تلك الأرض أرضنا، وأرض اغتصبت، وكما تقولون أنتم أنكم ورثتوها من فرنسا، ونحن نعرف أن اللص لا يورث، فرنسا سرقتها منا وورثتها لكم، إذن فهي من حقكم. ثم أن شرعا نحن نقول كمسلمون أن المسلم لا يرث الكافر والنصراني، إذن إلا إذا كنتم أنتم محسوب، إذا أنتم كتورثوا في النصارى، لأن تقولون أنها موروثة على الاستعمار، والاستعمار لا يرث المسلم، إذا كنتم مسلمين، المسلم لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث المسلم، هذا الشرع ديالنا. إذن باش تعرفوا السبب ديال هذا الصداع كله هو هذه الخريطة، يعني أننا نحن غير
تلاحت الخريطة والنظام الجزائري وزبانيته وكل المطبلين أصابهم السعار وأصابتهم هولة الصدمة أنهم تصدموا وعرفوا بأن المغرب إن شاء الله إلى انتهى من قضية الصحراء المغربية كما قال السيد وزير الخارجية السي ناصر بوريطة سنلتقي في صحراء أخرى في صحراء مدلاج الألف واللام في صحراء أخرى ونحن المغرب نستطيع أن نقرأ بين السطور. إذا هذه حالة السعار وحالة الصدمة اللي كيعيشها النظام الجزائري المجرم اللص وزبنيته هي اللي غتبقى تخرج لنا واحد مجموعة ديال الخرائط ومجموعة ديال التخربيقات لأن الجزائر الآن في حالة حيص ويس وإن شاء الله هي مسألة وقت ومن حقنا أن نطالب بأرضنا وما رضى حق وراءه طالب واللي كيسأل شي حاجة يخلص فيما كنقولوا إلا كتسألوا شي حاجة خلص عندكم شي حاجة تثبت على أنها أرضكم مرحبا على الرأس والعين ولكن الحق حق والحق حق أن يتبع. إذا السي حافظ الطعراجي تعلم ما تبقاش تحط راسك في مواقف بايخة كما تيقول المصريين كتورط راسك صاحبي خليك با 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 ديالك جبتك ودي شي تاريخ وشي جغرافيا راه شي كبير عليك ونسى عليك هذاك الدومير راه غادي يورطك شي توريطة يخليك شي مرة كتهرمط ولا كتنبح في شي تعليق على شي ماتش. السلام عليكم.